على الجودة المناخية في أول أيام شهر رمضان. مباشرة مع السيد أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعدت صباحا بكل الخير أستاذ أيمن. أسعد الله صباحكم، حياكم الله. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير يا رب. يعني أنا شخصيا والسادة المستمعين والمستمعات وكل الأصدقاء يتفاءلون حين نتواصل معك بإن شاء الله كل الخير. فماذا تحمل لنا الحالة الجوية المناخية في أول شهر رمضان المبارك؟ يعني أول 10 أيام من رمضان اعتدال. مبشر. مبشر نعم. والحمد لله. يعني عندنا الآن من هنا حتى نهاية الأسبوع القادم، وربما نطلع الأسبوع ما بعد القادم. إجمالا اليوم هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة، ودرجات الحرارة اليوم يعني أقل من الأمس بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية، ولكن أجواء دافئة، الجو دافئ إن شاء الله هذا اليوم بمشيئة الله تعالى. يوم الغد سترتفع الحرارة قليلا، تكون مشابهة نوعا ما لتلك الأجواء التي عشناها خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الفائتة نوعا ما. هناك أجواء يعني ربما مائلة للحرارة نوعا ما، أجواء أقرب للصيفية منها للربيعية في معظم المناطق بمشيئة الله تعالى. لكن يوم السبت هناك انحدار كبير في درجات الحرارة، يعني كما ذكرنا الأسبوع الأول أسبوع معتدل، لأنه هناك عندنا يعني انخفاض كبير على درجات الحرارة. تحديدا يوم السبت الحرارة سوف تهبط من 27-28 يوم الغد إلى 20 درجة مئوية يوم الغد الجمعة، إلى 20 درجة مئوية يوم السبت بمشيئة الله تعالى. وهناك أيضا فرصة لسقوط أمطار. نعم. يعني السبت يعني خاصة يوم السبت هناك فرصة لبعض الزخات المطرية، والأجواء الليلية ربما تصبح باردة نوعا ما، يعني الحرارة الليلية ستصل إلى نحو 15 درجة مئوية في منطقة مثلا طول كريم، يعني المنطقة الأكثر دفئا ستكون بها الحرارة حرارة منخفضة في ساعات الليل. ويبدو أنه هذا السيناريو السبت والأحد سيتواصل طبعا بشكل أخف، يعني ترتفع الحرارة بشكل محدود خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، ولكن بعد ثالث أو رابع أيام شهر رمضان المبارك. نعم، يعني على ما يبدو أننا إن شاء الله سنكون في حالة جوية أكثر من رائعة مع شهر رمضان المبارك. ومهم جدا أننا نذكر لربما سجد أيمن هي مطرة نيسان التي ستبقى متواصلة خلال هذه الأيام. نأمل أن تحمل لنا ولكم كل الخير. هذه الحالة المتوقعة لحالة الطقس في الأيام القادمة، وما بعد ذلك إن شاء الله سنكون وآخر التحديثات والمستجدات مع الحالة الجوية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بألف خير، وأن تحمل لنا دائما وأبدا كل الخير. إجمالا نحن نواصل وإياكم.